أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. اليوم رح نلقي الضوء على موضوع كتير مهم من كلمة الله في الكتاب المقدس. أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة. طبعاً إحنا دائماً منركز على شخصية المسيح، على هوية يسوع المسيح الذي كان يجول يصنع خيرا في كل مكان، والذي كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. هذا يسوع المسيح فذ فريد لا مثيل له. ولو اتكلمنا عن تعليم يسوع المسيح، كان يتكلم بسلطان، كان بيتكلم بنعمة، كلمات النعمة خرجت من شفتيه. لكن واحدة من الأساليب كرباي يهودي في المعاصر، في الوقت المعاصر في القرن الأول، كان الحديث دائما بشكل توضيحي اللي بيستخدم الأمثلة أو المثال. وطبعا استخدم الأمثلة من البيئة المحيطة في تلك الأيام. فلما بيتكلم عن أسرار ملكوت الله من خلال الأمثال، بيتكلم عن واقع عايشينه. مثلا بيتكلم عن البحر، بيتكلم عن الزراعة، بيتكلم عن أمور عديدة حتى يوضح رسالة خاصة ورسالة إلهية بإعلان خاص، حتى يوصل الموضوع ببراعة وفن التواصل حتى يصل أذهان المستمعين.